لك لك انت مين لحتى تقلعني من هون ولا؟ اطلعي لبرا اطلعي لبرا لا لا اطلعي لبرا لك بعد عنه اطلعي لبرا ولك عم بلك اطلعي لبرا ولك انت وحدي حيواني انتي ما التزمتي بالاتفاقية انتي غلطتي ما بدي منك اي مساعدة بنوب اذا عندك مشكلة مع امه تروح حلا معه اساسا انا طالعة من هالحارة بتعرفي شو ما عاد فيكي تروحي على اي محل إذا بتريد روح فورا بعدين رح أحكي لك كل شيء بس هلأ روح رجاء بلا ما يشوفوك هون شي حلو شي حلو شي حلو بهار سليم أغلو لك تركي جستين وراكي وجيتي لوين؟ عسطنبول يا؟ شي حلو ممتاز ممتاز انت ما عم تفهم علي لو ما قتلتهم بايدي انا كنت رح موت كل يوم حتى لو حكيت لك ما رح تفهم ماشي يا روحي بسيطه طالما عملتي هالشي الا ما يكون في سبب ما هيك كل شي بهالدنيا وفي له سبب اي في المهم شغلي صارت وخلصت أنا زلمة بتهمني النتائج بس في شغلة مهمة ما فهمتها طالما أنه في بيناتنا كل هالشي هاد حضرتك ليش بتخالفي أوامري وكلامي ليش بتسمحي لواحد ينام على تختك بكل بساطة هذا اللي ما عم بفهمه أنا بس ساعدته لقيته بالشارع كان متصاوب وما كان في حدا أنا بس جبته لهون ايه قولي لشوف شوفي كمان أنا ببساطة عملت واجبي الإنساني وشوفي بينك وبينه مشاكل روح حلها معه هيك لكان انت جيتي من محل بعيد وساعدتي لألو بس إلي ما ساعدتيني ها؟ ها؟ وخاصة لما بيكون أموت مقرب منك كل هالقد بعد عنا ولا؟ شوفوا مين إجا أموت باشا؟ نفدت قبل شوي كان لازم ينسلخ جلدك يا ملعون قلت لك بعد عنا وتركها ومن قبل قلت لك إذا في عندك شي بتحله معي لا تدخل زينب بيننا انت ملاحظ انك تدخلت بحديثنا انا وخطيبتي مو هيك زينب متأكد تماماً أنه زينب مو خطيبتك ولك أنت شو طينتك بين الرجال؟ بتترك خطيبتك بنص الطريق عم تموت وبعدين بتصير تلاحق خطيبة غيرك وتتوهم أشياء لك ها؟ حميد ربك أني ما عم بحكي عن وساختك بالحارة وإلا سمعتك بيصير حق نص فرنك اسمعني منيح ولا فكر أنه تهديداتك هي رح تخوفني لك أنا بعرف عنك كل شيء بعرف عنك كل شيء اسمعني أنت ما بتعرف شيء بنوب أنت 15 سنة ما بتفكر غير بشغلة واحدة انسى ولك أموت لا أموت أموت بكفي روح من هون أنا ببساطة ساعدتك كنت متصاوب وجبتك لعندي روح من هون أموت هلأ صارت نهاية بطل الحارة الشعبي الحزينة واحد وعطي أختي
بتعرفي انه رح بتفاهم معك. معلش خليكي هيك، خليكي هيك ماشي. انتي نقطة ضعفه الوحيدة. انتي بتكوني خيال ليلى، بدي اضربه باضعف نقاطه، بده يعمل كل شيء حتى يقدر يلتقي فيكي وما رح يشوف حدا غيرك، وبدي يقضي على حياته، بدي يقضي عليها من خلال البنت يلي بيحبها ورح يشوف. طيب انا شو بدي اعمل؟ انتي ما لازم تسمحي لأموت يقرب منك مثل ما عملتي قبل شوي. بس لحتى جوزه بقصدي وبعدين ولا قلك. تعرفي ما رح احكي لك شي هلأ حتى ما ضيع المفاجأة. مراد، لأنه طول ما أنا رح ضل هون أنت رح تضل توجع راسك مع الناس. لا تشغلي بالك، أنا مو بهي السهولة بنوجع راسي من الناس. أنت التزمي بكلامي وبس. أنت يا زينة بتصرفي بذكاء مثل ما تصرفتي قبل شوي وقتها ما نكون شركاء ممتازين. أول شغلة أنت لازم تبعدي عن أموت، وتاني شغلة ما بدك تحاولي أنك تهربي مني، وتركي هالحركات الرائعة هاي. احمدي ربك اني انا اول شخص اعرف انك وحدة مجرمة. لا تعمل هيك بأموت، هو حكالي عن كل شيء وحتى ليلى. حكالك عن ليلى لكن وانت تأثرتي بهالشي. انا لقيت لك شغلة تالتة، ما بدي تتأثري بأموت ابدا مشان بعدين ما يكذب عليك شي كذبة كبيرة. ما رح تطلعي من هذا الفندق قبل ما تعقلي. بس هيك بالمشغل بيقلقوا علي، بعدين بنلفت الانتباه. ما بيقدروا يعملوا شي، بس يتلفنوا بقول لهم ما فيك تروحي. ما بيصير هالشي، إذا ما بطلع فسون بينشغل بال علي. أساسا عم تنيمني هون بدون هوية، ترجع بتبلش تدقق على شغلة الهوية. منيح بلشتي تعقلي. ماشي جازي حالك، بعد نص ساعة رح تكوني بالمشغل. أشرف تحت بأول حركة مو طبيعية رح يخبر الشرطة. أختي أخي أموت، وينك بهالكاميوم مو مبين؟ نشف دمنا من القلق عليك. أمي جزمي نور خانم ما تركت موبايلها وهي عم تتصل فيك، بس بدها تسمع خبر عنك. أي والله معك حق أموت. لك أنت وينك بهالكاميوم؟ ها؟ روح على بيتك روح، أمك صار لفترة عم تدور عليك بالشوارع. أنت ما تتدخل إليك. أنت ما تتدخل؟ إيه مثل ما بدك. ماشي ماشي، أمك مو حرام عليك؟ ها؟ بتحس بقيمتها بعد ما تموت ما هيك؟ أموت ما بعرف شو اللي بدي ساوي مع هالزلمة، صاير واحد ما بيفهم لا بالحكي ولا بشي. أنا من غير شي ألف مصيبة فوق راسي أساسا. معلم أنا هلأ رح أخذ هدول الأغراض على البيت. هي خدن ابني خدن، أنا هلأ رح سكر المحل وأجي. ماشي وانت لا ترجع اليوم. شكرا. زينب أختي أنت فيكي شي؟ ما فيني شي، ما تخافي علي. هالكلب مراد شو كان بده منك؟ ولك احكي ولك زينب ولا رح جن هون. ها
واحد مثل هالكلب عم يضربني؟ تتخيلي هالشي ليلى؟ ضربني بأوتيلي عيني عينك؟ احكيلي احكيلي شو كان بده منك؟ انا حكيت له عن كل شيء، عن اهلي واخواتي، وهو عم بيهددني فيهن، معصب لاني التقيت بأوموت وعم يستخدم هالشي. قاطع لك قلبك هالواطي عديم الشرف؟ افكر انه قادر يطبق اي وحده؟ واحد متخلف. هلأ رح نروح على الشرطة فورا، انتي بتشتكي وانا كمان. هذا الواطي ما بيصير ينترك يعمل بهالحارة مثل ما بده. لا يا اختي انا ما فيني. شو يعني ما فيكي؟ يا اختي انا اتفقت معه انه ما بدي التقي بأوموت، وهو ما رح يخبر اهلي عن محلي. ها؟ شو يعني رح تستسلمي؟ ما عندي حل تاني يا اختي. ما يخبر اهلي، قصدي الشرطة اذا بتعرف، واهلي كمان رح يعرفوا محلي. بتعرفي بعدين بيقتلوني. أنا هلأ رايحة على الشغل ورح بتصرف وكأنه ما في شي، وما عاد التقي بأموت أبدا، يعني ما أنه أغلى من روحي. أنا قلت لك هذا الزلمة ما بيعمل بحياته شي بدون أي مقابل. لوين أختي؟ رح روح خبر الشرطة. أختي استني. شو استنى؟ ماشي ماشي، أنت خليكي ولا تشتكي. أنت عندك سببك لأنك خايفة من مراد، أما أنا ما عندي أي سبب حتى ما أشتكي عليه لأنه مو خايفة منه. أختي استني. يا ربي أنا هلأ فيني يروح، بس مراد رح يوجع لك راسك. إيه سيادة النقيب، نعم أنا بدي أقدم شكوى. صحيح، نعم ضربني، تمام ماشي، هلأ بيجي فوراً أقدم إفادتي. شكراً لك. لكن هيك المفروض، لازم الواحد يحط حد لهالكلب. أختي بترجاكي ما تجيبي سيرتي بالمغفر، تعرفي إذا بيدرى مراد رح يخبر أهلي عني. خلص زينب خلص، طمني ما رح جيب سيرتك، أنا حسابي معه غير، لا تشغلي بالك. يلا أنتي مو رايحة على الشغل هلأ؟ رايحة. قلتلك لا تشغلي بالك ولا تكوني زليلة، مفهوم؟ بس مراد يفوت على المغفر وقتها رح بتشوفي إذا مراد رح يقدر يمر من قدام هالأوتيل. ها رح فرجي مين فوسون وبتشوفي. شو مفكرني أصيرة حربة وما بعرف اتصرف؟ ماشي، وبس لخلص شغلي مع هذا مراد وقتها رح أفضى لهذا الواطي اللي اسمه محصون ورح حاسبه. لك يلا 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 يلا، طمني بالك، اتفقنا؟ ورح علمك كيف ما تعلقي بهالواطين هدول. خلي معك يا أختي، ذكرى مني. سامحيني إذا غلطت. ليلى شو هالحكي هذا هلأ؟ يلا روحي على شغلك، ليش عم تحكي معي كأنك عم تودعيني؟ يلا
أنا شو أعمل بابا؟ أخذني لعند رفيقه العسكري، فقت الصبح وما لقيته، ورفيقه ما حكى شيء أبدا. وين أراضيه مو مبين. ولك نحن وسخنا فيك وبعدناك معه وما قدرت تقوم بهالشغلة يا فاشل. أنا بابا فهمتك كل شيء، هلأ قل لي أنا شو لازم أعمل. يا بابا أنا بهالعجقة كيف بدي لاقي لأورهان؟ لازم تلاقي بهار. بهار مو أورهان يا ابني الأجدب، بهار. طبعا الحكي سهل إذا ما شفت هون. هون مثل يوم المحشر، لو تشوف قديش عجقة. كيف بدي لاقي بهار بهالعجقة؟ استنى مني خبر وما تبعد عيونك عن بيت رفيق أورهان الندل أبدا، وأنا كمان رح دادس عن مكانه. ماشي بابا ماشي. شو ما في حدا هون؟ يا جماعة في حدا هون؟ تفضل أمور. برافو شو هالشغل منيح هاد. لو ما صرخت إنه في حدا معناها بكل سهولة كان فيني فتت وطلعت لفوق ونمت. كنت عم متعشى فوق وما سمعت. معلش بدك ما تأخذني، عم دور على أختي. قالوا لي نازلي هون. لا مو نازلي هون، وما سبق أني شفتها بالمرة. اتطلع فيها منيح ولا بلكي بترجع ذاكرتك. بحلف لك بالله اني ما شفتها يا اخي، بعدين ماني مضطر اني اكذب عليك. انت متاكد؟ حلفت لك اني ما شفتها، والله ما شفتها، صدقني يا اخي. قالوا لي انها نازله بفندق اسمه اوزلام. لك يا اخي بهالمدينه في 80 فندق مثل هالاسم، انا من وين بدي اعرف؟ اخي ليك اذا بدك اطلع معي على الغرف، واذا بتلاقي جوات هالغرف اي اسم اي صوره اي عنوان اعمل فيني اللي بدك اياه. هات الصورة ولا؟ أهلين أمي. أورهان يا ابني أنت شو عامل؟ قبل شوي إجا أبوه ليعقوب. هدي أعصابك، أنا تهربت من يعقوب، هيك كان لازم. أنت دائما كنت تقولي هاي مسألتي وأنا الوحيد اللي لازم يحلها. كلامك صحيح يا ابني، بس هو قال إذا ما لقيت بهار وقتلته هن رح يقتلوك. أنا كتير خايفة عليك. ما تشغلي بالك، ما بيقدروا يلاقوني أساسا، ما رح يقدروا يفتحوا تمهم ويحكوا أي كلمة لما بلاقي بهار وبقتلها. إذا أنت هيك عم تحكي. أمي معك مصاري؟ إذا معك بعتيلي شوي، أنا ما ضل معي شي. أعطيتك كل شي معي أنت ورايح، ما تكون صرفتهم كلهم. ماشي خلص أمي خلص، أنا دبر حالي لا تشغلي بالك. بدي إياكي بس تطمني. سلميلي على أبي كتير وبوصيلي إيديه. يلا أمي انتبهي على حالك. أختي ما تواخذيني، أنا عبد مأمور.
مانك زعلانة مني مو هيك ليلى؟ قبل ما انتقمت لك انت مانك معصبة لأني تعلقت بوحدي مو هيك؟ اليوم قلعتني قالت لي انه هي مرتبطة بمراد ايه هيك قالت قالت لي روح بس أنا ما عم أقدر روح ما عم أقدر لأني كمان ما عم أقدر رجعك وما عم أقدر شيلة من بالي كمان ما عم أقدر بعد روحتك أنا صفيت ولا شيء ولا شيء يا ليلى ولا شيء صار أنا لي الوحيد إنه بلكي زينب بترجع لي بلكي ترجع لي قديش هي مدعومة ما ناقص غير تجي المساء على الشغل أكيد مطبقة المعلم ورئيس الورش إيه أكيد ليش لا شوفي يا بنت عم تبكي لا زينب مبين انك كتير تعبان اليوم صاير شي معك لا انا منيحة يا أهلا وسهلا زينب خانو لأنه عطيناكي وش صرت تتأخري
شايف للمسا ما رح تشتغلي شي، وكمان أصلي مبيني وهي كمان متراكم شغلها. ما عاد رح أسأل، رح قلعها. أنا بس شوف أصلي دغري رح قلعها. أنا بشتغل الشغل تبع أصلي، بس أصلا هذا آخر يوم. شو حكيتي عن أصلي؟ عم قلك أنا بشتغل الشغل تبع أصلي. بس أصلي شغلة كتير زيناب، لو تخيطي للمسا ما رح تخلصي. انتي ما تشغلي بالك، أنا هلأ ببلش بشغلة. مسكيني أصلي، هلأ إذا ما بتلاقي حدا يعبي محلها ويخلص شغلة رح يعصب ويقلعها من الشغل. مسكينة، أنا هلأ بعمله ما بخلي يتراكم عليها، أساساً كله من تحت راسي. شو من تحت راسك؟ ولا شي. تعرفي ما لقيت أحسن منك أبداً زينب؟ والله عن جد خير ما عملتي بجيتك على مشغلنا، بس الإنسان المنيح ماله مكاني هون. أنت كتير منيحة ولطيفة وقلبك كتير طيب، إيه. أنا هلأ شو حكيت؟ ألو. نعم ألو ملك، جئتي يا روحي. بهار خير؟ أنت صاير لك شي؟ ملك، في واحد بالحارة عرف أني مجرمة، واحد اسمه مراد، وقف بوشي ومعه نسخة من الجريدة. الله يحميكي بهار، أنت شو عم بتقولي؟ لازم أهرب من هون فورا، لازم أهرب. يا روحي أنت يا أختي، أخي يا حبيبتي، ليش ما دغري هربتي؟ لا توقفي بهار، فورا هربي. ما عم بقدر أهرب، في واحد من عند مراد عم يلحقني، وين ما بروح بيضلوا ماشي وراي، ما عم بقدر أخلص منه بنوب. الله يكون بعونك، بس أكيد لازم لاقي طريقة. بتشوفي غيرت قدري، بدي حاول غيره على الآخر. رح جيبك لعندي كمان، وانتي كمان لازم تخلصي من الظلم. بسبب هالمصيبة رح أعمل كل شي، ما بدي حط واطية لمراد شو ما صار. استني استني وهدي أعصابك وخلينا نفكر بهدوء. وبس تهربي من عندك لوين بدك تروحي؟ معك مصاري، وين بدك تضل؟ ما عندي شي بنو، ما في داعي للتفكير أبدا، بدي روح على غير محل. ملك بعد هيك بموت وما بستسلم لحدا بهالدنيا كلها، بس ما تقطعيني من أخبارك أبدا، اتفقنا بهار؟ والله بموت من خوفي عليك، وخبريني على كل شي بتعملي وبتساوي. ماشي ملك، أنا رح سكر. انتي ليش هون وتاركي ماكينتك فاضية؟ عم تجبري لحتى يطردك اليوم. بعدين انا شو قلت لك لا تبكي؟ لا ما في شي، ما بكيت، انا رايحة. مرحبا خالتي فاطمة. خير مراد؟ شو في؟ من بعد الخطبة ما قدرت مر يا خالتي، لا تؤاخذيني مشان الله، ما قدرت مر واسأل إذا بدها شيء أصلي أو محتاجة شيء. أخي مراد؟ أختي أصلي، لا تؤاخذيني،
ما قدرت مر بعد الخطبة واسأل عنك. أمي ممكن تاخدي اللي بإيدك وتفوتي؟ ليش ما بتتفضل لجوا؟ لا خالتي فاطمة ما بدي ازعجكم. ايه شو صار أخي؟ لقيت أمور؟ هلا هو ببيته على الأغلب. كيف يعني؟ وين كان هو كل هالوقت هاد؟ كان مع هديك البنت مو؟ هاي مسبحة أموت. ايه هاي البنت عطتني اياها. أموت موقع عندها بالغرفة. صحيح لك كان؟ ايه هيك لك كان مع هديك البنت. يا ربي أصلي هدي شوي هدي أعصابي. بنتي فيكي شي؟ بنتي انت منيحة؟ جاوبيني بنتي. أمي كاين مع هديك البنت. كان مع هديك البنت. أنا انتهيت انتهيت أنا انتهيت. طولي بالك بنتي طولي بالك. أنا رايح أجيب لك شوية كولونيا. أصلي شدي حالك شوي. بدك أموت يكون إليك؟ قولي بدك يكون إليك. لكن ابكي زعلي بس اوعك تستسلمي ابدا. استنيتي كل هالسنين ما رح تخلي وحده غيرك تاخده منك. بس هي كتير بتشبه ليلى. شو عمل؟ ولك مين ما بدها تشبه؟ تشبه اذا في داعي بقلب الدنيا. بس ما ممكن انسى او استسلم. عم تفهمي علي؟ وانا ورا هالشغله وما ممكن نتخلى عنها ولا عنك ابدا يا اصلي. هذا شو له شغل هون؟ لا يا بنتي لا طولي بالك بنتي بنتي طولي بالك. شبه يا الله يا ربي شو عم يصير بهالبيت؟ عن جد مو طبيعي. مثل الحمام المقطوع ميته. حسان حسان تعب سرعة على البيت. أصلي تعبانة وفقدة أعصابها. ما بعرف ليش حسان. إيه كان مراد عنا هون قبل شوي. ما بعرف قال في وحدة موجودة بحياته لأموت والبنت جنت لما سمعت هالشي. ها طيب ماشي خلاص يلا عم بستناك يلا. أنا ما عاد أتحمل بدي أقتله. استنى اسمعني كمال. بغضب عليك إذا بتروح. أبوك هلأ جاي. استنى شوي هون بالبيت إذا بتعزني ولو شوي مرة نتصرف كلنا سوا. ليك اختك عم بتدوب وتنتهي ببساطة قدام عيوننا. اذا بتريد انا خايفة تساوي بحالة شي. الله يخليك. ابني أموت وين كنت؟ كيف جرحك؟ بس انت هيك عم بتعاقبني؟ اللي ليش هيك عم تعمل بحالك وجرحك لسه ما طاب؟ امي اسمعيني منيح. اذا ما بدك يعني روح فالله يخليك يخليني اعيش مثل ما بدي. انت شو عم تحكي؟ بدك تتركني وتروح؟ على هذا الدرج اجيتك كل ليلة يا امي. حملتك تعبي ووجعي وتعصيبي. كنت جنبي لما مات ابي ووقت ليلة كمان كنت جنبي وبعدين كنت جنبي بكل مصيبة تعرضت لها. كنا مع بعض بهذا البيت ربيتيني وكبرت. ليش عم تحكي هالحكي يا ابني؟ أنا كنت مع هالبنت يا أمي. أنا كنت مع اللي بتشبه ليلى. هاي اللي قلت لي لا تروح لعنده ولا عاد تشوفها. ابني ما تعمل هالشي بحالك. هالبنت مو ليلى. يا
يا ابني صدقني كل شغلة وإلى حل. اتجوزها لأصلي. هالبنت منين طلعت لك ومن وين اجت هاي؟ يا ريت لو بس فهمتيني يا أمي. تخيلي بعد كل هالسنين يطلع قدامك واحد بيشبه أبي، هذا يلي أنت سنين عم تبكي عليه دم لأنه مات ودموعك ما نشفت كرماله. طيب لو رجع شو بتعملي؟ أمي يا ترى فيك تبعدي عنه؟ أنا بقى اللي صار فيه إني ما بقدر بعد عن زينب. يا أمي أنا ما عم بقدر إلا ما أطلع فيها، ما عم بقدر فارقها. أبني عم تطلع فيه بعيون ليلى، العيون اللي بقيت اشتاق لها 15 سنة. شو سوي إذا ما عم بقدر بعد عيوني عنها؟ أنا كنت دافن حالي بهذا البيت، بعدين لما أجت هاي البنت طلعتني من قبري. بجوز ما كنتي متوقع هالشي، وبجوز ما تحبيها، بس يا أمي طالما هالبنت موجودة أنا ما فيني أعطي أصلي ولا أي واحدة تانية أي شي. فهميني ولو شوي، هذا الشي الوحيد اللي بديه. لا تبكي لا تبكي ابني، الله يخلي لي اياكي. لا تبكي امي لا تبكي. المسا جاي الشاحنة، يكون بعلمكن التسليم بده يكون على وقته، ما بده يكون ناقص قطعة واحدة، راح أقلع كل واحد بيسلم قطعة ناقصة. ليش عم تطلعوا بوشي؟ نحن هون لحتى تجي الشاحنة وتستلم كل الطلبية. قول شوفي لوين رايح هذا الكاميون؟ ما بعرف. يمكن رايح على ملاطيا، في مخزن هنيك مشان يسلموا البضاعة. ليش عم تسألي؟ ولا شي، حبيت أعرف. مرحبا، وينو مراد بيك؟ والله ما بعرف، بس ممكن يكون بهالنواحي. خير؟ في شي؟ اجا المعلم مراد. حسان خير؟ شو صاير هون؟ في شي؟ سيادته عم يسأل عنك. خير طمني شو اللي صاير؟ في شكوى ضدك وبدك تشرف تروح معنا على المخفر. ايه ماشي ماشي عالجاية منجي، بس ما يكون في سوء تفاهم، نحنا مالنا شغل معكن. ايه تفضل طلع معنا. يلا ان شاء الله ما يكون في سوء تفاهم، انت بعدين ما تندموا.